السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مية بنت عمر بن سعيد الحرثية من ولاية القابل. توجهنا من عمان على مستشفى بنغلور. نعم أنا ما أقول كنت تعبانة، ريولي وظاهري تعبانة وايد، آخر ما أقدر أمشي، ما عقبت عيادات ولا عقبت مستشفيات ولا عقبت كل، ومن مستشفى خوله يسولي من موعد على 3 شهور على 3 شهور وما شي فايدة. وخلف يوم توجهنا على هذا المستشفى الحمد لله رب العالمين ما قصروا، سووا لي عملية في العمود الفقري والظهر والحمد لله شكرا، ذاك الألم كله روح وما قصروا، دكاتر زينين والحمد لله أشكرهم وأحمدهم، الطبيب زين والناس زينين كلهم طيبين.